مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من القطاع الشرقي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. طبعا في هذه الأثناء كما نشاهد وإياكم هنالك قذائف تتعرض لها بعض، على ما يبدو أنها بعض المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي، وعلى ما يبدو أنها عملية لحزب الله يقوم فيها في هذه الأثناء. طبعا أصوات القذائف يعني صدرت منذ حوالي 5 دقائق وما زالت تصدر حتى هذه اللحظة، وكما نشاهد وإياكم السحب الدخانية على تلال كفر شوبة. لا توجد حتى هذه اللحظة أي معلومات حول ما يحصل، معلومات رسمية يعني، لا بيان من حزب الله ولا حتى من الجانب الإسرائيلي. ولكن اعتدنا في هذه النقطة في الأيام السابقة أن حزب الله يقوم بالعمليات ضد المواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة، وهي طبعا يعني هذه النقطة تعتبر نقطة محتلة من قبل العدو الإسرائيلي. كانت هنالك منذ قليل يعني قنابل حارقة ومضيئة تطلق على تلال كفر شوبة، إذا نحن مستمرون معكم في هذا النقل المباشر من هنا من القطاع الشرقي. بالإضافة مشاهدينا الكرام إلى أنه يعني منذ قليل كانت قد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحون فتحوا النار من لبنان تجاه نقطة للجيش الإسرائيلي في مسكف عام، وطبعا يعني هذا الأمر على ما يبدو أنه وتر الأوضاع هنا في القطاع الشرقي. هنالك معلومات أيضا من قبل يعني إعلام حزب الله يتحدث قنابل مضيئة في هذه الأثناء تسقط، وهي الهدف منها أن تكون يعني حارقة في نفس الوقت، تسقط على تلال كفر شوبة. لا توجد حتى الساعة أي معلومات رسمية أو بيان حول ما يجري وتفاصيل ما يجري، ولكن نحن ننقل إليكم الصورة كما نشاهدها من هنا من القطاع الشرقي، وتحديدا كما نرى تلال كفر شوبة المحتلة. عموما ايضا مشاهدينا الكرام، يعني منذ ساعات الصباح الاولى كانت هنالك عمليات او اعتداءات بالاحرى من الجانب الاسرائيلي على القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية. كانت هنالك إطلاق قنابل حارقة استهدفت بعض المساحات الخضراء والأشجار، وهي يعني كما أشرنا البارحة وقبل البارحة أنها هي يعني عملية متكررة يستهدف من خلالها العدو الإسرائيلي مواقع متعددة، وهي نائية بعض الشيء، والهدف منها هو عمل تخريبي وإحراق المساحات الخضراء. بدأ بهذه العمليات منذ يومين وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في القطاع الأوسط، وعلى ما يبدو أنها امتدت إلى القطاع الشرقي أيضا. Thank you.
إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، ما زلنا مستمرون معكم في هذا النقل المباشر من هنا من كما نشاهد يعني المزيد من القنابل الضوئية الحارقة تسقط في هذه الأثناء على تلال كفرشوبة. لا توجد أي معلومات رسمية سواء من جانب حزب الله أو من الجانب الإسرائيلي حول تفاصيل ما يجري حاليا، ولكن ما يمكن تأكيده أن المشاهد التي نراها يعني بدأت منذ حوالي 10 دقائق وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. كانت منذ قليل هنالك عملية من الجانب اللبناني، تم استهداف مسكف عام في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصوات القذائف ما زالت تسمع في هذه الأثناء. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذا النقل المباشر من هنا من القطاع الشرقي. ما زالت يعني تتزايد في هذه الأثناء السحب الدخانية على تلال كفرشوبة كما نشاهد وإياكم في هذا النقل المباشر. الجدير بالذكر مشاهدينا الكرام إلى أن قواعد الاشتباكات التي اعتدنا عليها منذ 20 يوما حتى اليوم تقريبا يعني كانت هي محصورة بنقاط معينة عند بالقرب من الشريط الحدودي، يعني مزارع شبعات، تلال كفرشوبة، علم الشعب، عيت الشعب، الضهيرة، الناقورة، كانت كانت محدودة في هذه النقاط وهي النقاط المتاخمة للشريط الأزرق. ولكن يوم البارحة وحتى اليوم كانت هنالك يعني استهدافات لنقاط جديدة وهي نقاط بعيدة نسبيا عن الحدود، وهي جبل صافي. البارحة كان استهداف يعني واضح جدا لجبل صافي وهو نسبيا يبعد عن الحدود، وهو مؤشر إلى تطور ما يمكننا القول أنه تطور ما وتوسع في قواعد الاشتباك. إذن مشاهدينا الكرام، نحن ننقل إليكم في هذه الأثناء هنالك حرائق على تلال وأحراج كفرشوبة، قنابل مضيئة. طبعا من شأن هذه القنابل المضيئة أن تكون بفعل قنابل حارقة، خصوصا يعني واستعمالها في النهار هو لهذه الأسباب.
في هذه الأثناء أصوات مسيرة في أجواء القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية. يعني يوم البارحة كان أصوات المسيرة في كل الأوقات فوق الجنوب، والآن نحن نسمع أصوات هذه المسيرة فوق الجنوب. على ما يبدو أن القصف هدأ هنا على تلال كفرشوبة، القصف هدأ هنا على تلال كفرشوبة. كانت هنالك أصوات منذ قليل تصدر جراء هذا القصف، وقنابل حارقة مضيئة كانت تتساقط على المناطق الحرجية. وعموما هذه المنطقة التي نراها هي تلال كفرشوبة، طبعا اعتدنا أن نراها باستهدافات من قبل حزب الله على مواقع إسرائيلية، لأنها تعتبر يعني أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل. إذن مشاهدينا الكرام، يمكننا القول أن الأجواء هنا على تلال كفرشوبة هدأت بعدما يعني اندلعت منذ حوالي الربع ساعة أو العشرين دقيقة تقريبا. هنالك استهداف لهذه المنطقة وإلقاء قنابل حارقة، بالإضافة طبعا إلى صوت المسيرات الذي لم يغيب عن الأجواء في القطاع الشرقي. كانت هنالك منذ قليل عملية من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا كان هنالك إطلاق نار من قبل بعض العناصر باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا يعني على الجيش الإسرائيلي في منطقة مسكف عام. طبعا يعني هذا ما أعلنه العدو الإسرائيلي وحتى ما أعلنه الإعلام التابع لحزب الله. إذا مشاهدينا الكرام، حتى هذه الساعة هذا كل شيء من هنا من الجنوب، سنكون معكم في حال تطور أي جديد. ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشنال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.